وللحديث أكثر حول الاعتداء معنا مباشرة عبر الهاتف عبد الواحد أجمير، خبير في الشأن الإسباني من الرباط. أهلا بك معنا. شكرا. إذن تابعت قبل قليل هذه الشهادة المؤثرة لأحد والدي ضحايا الاعتداء، يعني كيف تنظرون إلى هذه الاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها أفراد الجالية المغربية بعد اعتداءات برشلونة؟ أنا أعتبرها رد فعل طبيعي ولا تختلف عن ما وقع في بقية البلدان الأوروبية في السنوات الأخيرة، يعني البلدان التي عرفت عمليات إرهابية، فمباشرة بعد هذه العمليات تكون هناك ردود فعل من طرف جماعات معينة، من طرف جماعات متطرفة، وبالتالي هذه الجماعات تخلط بشكل كبير بين بقية الجالية المسلمة وبين الإرهابيين، يعني هذا إذا شئت في الإطار العام. الآن في الإطار الخاص أو ما يميز إسبانيا، فهناك اختلاف بين إسبانيا وبقية البلدان الأوروبية، وهذه أشرحها بعجالة. نعم، ما الذي يميز إسبانيا عن باقي هذه الدول الأوروبية؟ أولا أن الإسلام في إسبانيا لا يرتبط بالمهاجرين مثل بقية البلدان الأوروبية، لأن الهجرة حديثة نسبيا. الإسلام في إسبانيا يرتبط بالمسلمين أنفسهم، يعني لما عادت الديمقراطية إلى إسبانيا بدأت موجات كبيرة جدا من الإسبان يعتنقون الإسلام، وبعضهم كان يمارسه في الخفاء، والدولة الإسبانية وعت بذلك، والقوانين الإسبانية واضحة. مثلا قانون 1989 يقول الإسلام ديانة متجذرة في إسبانيا، والاتفاقية التي وقعها يعني المسلمين الإسبان مع الدولة الإسبانية تقول الإسلام مكون من مكونات الهوية الثقافية الإسبانية. نعم، هو ليس طيب. نعم. فكرة واضحة. نعم. هل نتحدث رغم يعني هذه المعطيات في إسبانيا عن نمو ظاهرة الإسلاموفوبيا، أم أن الأمر يعني له أشكال أخرى؟ لا، هي الإسلاموفوبيا لا تنمو فقط في إسبانيا، في كل أوروبا، وليس فقط نمو، هناك تطور تاريخ خطير. الإسلاموفوبيا يعني في لما ظهرت منذ 20 سنة وحتى بعد تفجير 11 سبتمبر كانت تعني الخوف من الإسلام، اليوم أصبحت تعني كراهية للإسلام، وأصبح هناك خلط كبير جدا بين الإسلام كديانة والإسلام كثقافة ونمط عيش، خلط كبير جدا بين المسلمين والإرهابيين، وأكثر من ذلك تتم مطالبة المسلمين بالخروج إلى الشارع والتعبير عن رفضهم، يعني اعتبارهم مختلفين. المسلمين لهم استعداد للقيام بذلك، لكن ليس لأنهم مختلفين وإنما لأنهم يرفضون الإرهاب. وأظن بأن هذه الإسلاموفوبيا إذا لم يتم اتخاذ يعني الإجراءات مهمة مثل إنشاء لوبي لمواجهتها، فالأمر سيزداد استفحالا. نعم، بالنظر يعني إلى تعامل السلطات الآن الإسبانية مع هذا الاعتداء، خاصة باعتقال يعني أشخاص متورطين، يعني كيف تقيمون تعامل السلطات الإسبانية مع هذه الاعتداءات؟ لا، هو تعامل السلطات الإسبانية تعامل مضبوط. لا ننسى أننا في دولة مؤسسات ودولة القانون، وليس فقط السلطات وإنما شرائح واسعة من المجتمع الإسباني تتفهم وتقول بأن الجالية المسلمة التي تقدر بمليوني شخص لا علاقة لها بالموضوع، لكن الذي يقوم بهذه العمليات هم أقلية. ولكن إذا توقفت عند مثلا شبكات التواصل الاجتماعي تتفاجأ من رد الفعل ومن هذه العدوانية، وبطبيعة الحال هذا يؤثر في الرأي العام. شكرا لك دكتور عبد الواحد أجمير، خبير في الشأن الإسباني، كنت معنا مباشرة من الرباط.